مرحبا بكل الناس اللي بتشوف الفيديو واللي ما بيشوفوش الفيديو في الواقع. هنكمل النهاردة لعبة الانفستيجيتور، هنكمل ليفل 2 عشان نوصل ليفل 3. يلا بينا نخش في الموضوع، نخش في الموضوع على طول. السنسيفتي بتاعت الماوس صعبة أوي. النهاردة الحمش تبقى كبيرة عشان المرة اللي فاتت لعبنا تقريبا نص ليفل 2، عشان خبطت تلاقي نفس الراجل ولا ايه؟ أكيد مش ده الطريق. عم بيبي متأكد؟ أنا المعفنة. ايه ده؟ ما بتزاول بطريقة عشوائية. البيت ده ايه المفروض اروح فين يعني يا جدعان؟ ولا ايه النظام؟ الدنيا ليل كالعادة، وقافل الباب كالعادة. ده البيت اللي انا جاي منه مينفعش اخش. رجع لنقطة البداية. هما لو قالولي المفروض اروح فين هروح. ده ايه البيض ده يا عم؟ يا ناس ياهو. طيارة دفك. وأداء الفجر بيأذن. ملاقيش عربية شغالة. وإيه مفيش باب بيتفتح خالص. هو مش راجع من هنا؟ ما بقيتش فاهم حاجة خالص، بس ما اظنش ان انا المفروض ارجع. يا دين امي، لو كل ده بضيع وقت. لا تبقى ايه عزيزي تونس. ما هذا النور؟
هو المكان ده شكله مخيف كده ليه؟ السنجة بيبص عليا. عاش سنجب، عاش. انت مموتش ازاي؟ مش عارف، بس عاش. ايه، خلصنا ليفل 2؟ هلب. لا انا مش عايز اساعد حد يا ابني. انت مش عايز تساعد حد، انت عبيط ليه؟ الراجل ده تاني. ايه ده ذكي ذكي. عشان مصباح علاء الدين، وطي خده. طب يعني ايه النظام هنا؟ معلش يعني بقالي كتير ما نمتش، يعني الجيمنج مود مش شغال اوي. ايه مش مرتاح للعبة دي وعايز ينام، والدنيا مش ضلمة، مش ضلمة الدنيا، بس زي الفل. ليفل 4، احنا سكيبنا ليفل 3 فجأة ولا ايه؟ طب نخش على ليفل 4 على طول. ماشي يا جدعان، معلش انا هقفل هنا، انا فعلا تعبان وهبدأ العب ليفل 4، ممكن العب حتى ليفلين بكره وحاجه زي كده، بس عشان العيد بس، وكنت خارج مع اصحابي وحوارات اللي انت عارفينها دي يعني في الوقفه، بس مفيش حاجه ابيحه، مفيش حاجه ابيحه، ده انا صايم حتى. فان شاء الله بكره هنعمل الحلقه التانية التالتة، واشوفكم على خير. السلام عليكم.